في الذكرى 59 لثورة أكتوبر المجيدة، تصدرت حضرموت المشهد العام في محافظات الجنوب بفعالية الخلاصة وفعالية ثورية لقيادات حضرمية من ردفان، أعلنوا من خلالها مواصلة نهج الكفاح حتى تحرير باقي محافظات الجنوب من جماعات الإخوان والإرهاب. يأتي هذا الحراك الشعبي والرسمي في ظل تزايد المشاورات الرامية لإحلال السلام ورسم ملامح المرحلة القادمة والتزام قوى الشمال بمختلف مسميات وأحزابهم عن الظهور رسميا في احتفالية بمناسبة ذكرى 14 من أكتوبر. يبقى الشمال لأهله والجنوب سيصبح قريبا ينعم باستقلاله.